واش خوتي، السلام عليكم. فيديو جديد كما العاده اخوتي، رجعت لكم فيديو جديد. رجعت لكم واحد الرياكشن ديال علي عمر اللي هربان بزاف على الفيديو ديال وايت، ماشي الفيديو الاخر، وانما الفيديو اللي قد بدرو، اللي دار بدرو فلاشين ديالو، اللي تعرفوا اللي لعب ضد اربعه، اللي فاش لعب وايت ضد اربعه من السكواد، سولو في السكواد، شي حاجه هربانه بزاف. علي عمر ما فهم والو، بقى حل فمو خويا. هذاك السيد برا ولا داك وايت، الله ما يمكن بالله تقصر. انا بعدا كيعجبني داك السيد. المهم خوتي، بغيت نقول لكم، ما نطولش عليكم بزاف، بالروج ولا كيشوف هذا الفيديو دابا ينزل اخوتي، وتابعونا عندي فلاشين بالروج، ولا بغيتكم تدعموني اخوت، نوصل 1000 ابوني بالروج ولا. المهم خوتي، ما نطولش عليكم بزاف، يلا اخويا كنشوف فيك بالروج ولا. نزل درك الضحك دابا، نزل اخو اضرب واحد ابوني، واحد كومونتير زوين، واحد لايك، وراك تما اخويا. وبيس ليكم خوتي، ما نطولش عليكم، فرجه ممتعه. ابولو فايت او كمبر لايك فايت. شوفوا طريقة الثلج اللي يحطها الذكي، دائما كما يحطها ما يخلي حتى واحد وراءه، ديما الناس تاكل امامه باش ما يجيش واحد من الوراء واحد من الامام. يو عطا ونطب. الاول بلا وايت، الاول بيج بوس. بيج بوس لعب اسطوري. عم بالك من الولد تكلمت مع وايت، قلت له يا اخي لحظة، بيج بوس مش معانا في الكلان؟ كيف حاطط شعار ال عم بالكم اول كلمه قالها لي وشنو هو؟ اقسم بالله ما نزيد عليكم. لحظه، كيف حاطط شعار؟ قال لي اثنين ميك فيو، جيب لي اربعه لايبين. او بيج بوس، انت لاعب بحساب ثانية. جبت له اربعه لايبين وبلاي فور كود. نقول لك لاعبين بلاي فور كود، مش لاعبين من كلان عادي ولا لاعبين عاديا، راهو بيج بوس. بيج بوس وكايدو شخصيا راهم هنا في الروم هذه لاعبين، بالاضافه الى شيكو يونس ما نعرفهمش بصح متاكد انه لاعبين اساطير. قال لي واش قال لي وايت اول شيء؟ قال لي شرط واحد، قال لي تحط النتيجه كما جات، كنا نخسر 7-0 حط 7-0، ونربح 7-0 حط 7-0. قلت له متاكد؟ قال لي متاكد. يبين لك بلي شخص هذا راهو انسان محترف، وصل للمستوى يعني فوق الاحترافيه، واثق من نفسه. ما على باليش انا نلعب ضد اربعه وواثق من نفسي انا، وفيهم على ما اظن واحد ولا اثنين لاعبين بي سي حاسو. المهم نكملوا، نشوفوا الثلج اللي استعملها. دائما الثلج اللي يستعملوها اللاعبين المحترفين، الثلج اللي يستعملوها اللاعبين المحترفين دائما تكون فيها الوان مزركشه، هاك ما كاين لون واحد كيما الزرقاء هذيك. تكون دا عندك ثلجه زرقاء واللي بس عاك احمر، كيما تخرج يشوفك العدو سهله، فهمتي؟ يشوفك بلوي فيزيوال يعني بالعين المجرده بلا يونيفنت. اوه شالهم الاربعه والله. ولكن ديما اللاعبين المحترفين يستعملوا يعني ثلجه مش واضحه، مختلفه اللون تاعها مختلف بشي تمويه كاموفلاجك، فاهمين؟ اوه ادخل، هذا مش نورمال. اقسم بالله هيا يعني. حاط الثلج الاولى ما يمنش يعود يعطيه واحد بالسنايبر ولا شيء يدمجه 180. المهم شوف راح لهم على اليمين، اذا لاحظتي التكتيك تاع وايت كامل يروح على اليمين ما يروحش على الشمال، ديما يروح على اليمين. شوفوا شو يروح على اليمين ويخرج على اليمين، لانه ربما في الماوس يكون اسرع على ادري التكتيك. يا ويلي كيف طيحهم الثاني. زيام هيت شوت هيت شوت هيت شوت هيت شوت. يونس كريستيانو رونالدو اهبط. مشكلة ادخل هذا، شوف كيحط لك الول باش يشتتها، ما يخليهمش يجيو كامل في صف واحد، واحد يجي على اليمين وواحد على الشمال ويطيحهم. يا باقي الاخير، باقي بيج بوس. استنى نشوف بقى بيج بوس هل سيفعله. والله ضربة صفراء شباب، هل سيفعله البيج بوس ضد الوحش وايت 4-4-4 الوايت وحش عفوا الوايت. اوف اوف ولا ضربة غلطة تعملها يا بيج بوس، اكبر غلطة تخرج من الجلوال وما ترميش مع وايت، لازم تخرج من تيري وكشي يا ربي. غلطتي يا بيج بوس، عادي عادي. اثنين ضد واحد ما نساوش 1 في اس 4 يعني سولو ضد سكواد. المهم محققي ريال، ما في حتى فبركة ولا مونتاج ولا حاجة، هاو كيما راكم تشوف. المهم هنايا ها هنايا بلاي فور كود بالايجل 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 بالايجل. هم يديروا في اخطاء يا طيح والله. من المفروض انا العب اربعه ضد واحد، لازم نروح عفوا نروحوا كاملين في جهه واحده، مش كل واحد يروح على جهه. بعد القواس السنه فيك اعطيك بعد هيت شوت للراس بالامبيكا راند حمراء. شوف كيما يتحرك، كيما يتحرك، شوف كيما يحرك الماوس ما يركحش، خلاص لازم ديما يتحرك باش ما تقيسوش. وعنده 24 في الدم، 24 هي نفسه وقلوا يا طيح الاول. هذا ما ينفع معه والو، ما ينفع معه ساكور، ما ينفع معه اربع لاعبين، ما ينفع معه بلاي فور كود.
عم بقول لكم كايدو اقدم لاعب من اقدم لاعبين، ربما اقدم لاعب في السيرفر كايدو وهاكتشو، وعلى الرغم من ذلك مات. اشيكو شيكو شيكو يهيل في نفسه، اتوقع يهيل في نفسه شيكو مليان، اتوقع عاملينها ممنوع المساعده انه اللي يطيح ما يساعده. اوكي ما تسد زيام الاول، فنش فنش، شوفوا كيف فنش الولد، كيف فنش دائما يهبط لتحت ما يبقاش واقف، بس كنت تخرج من الجلوال في بالك انت واقف ترمي على راسه صح ولا لا رينج صح، ويكون قاعد مخليكش تقيسه، ذكي جدا يعني اذا تلعب بالخفه والذكاء يلعب دور مثل مستقعدين يعني لعب ذكي ثم الذكاء يلعب دور خفيف في الحركه، وثم لازم تكون استراتيجيك لازم تعرفون كيفاش تدير. المهم الى حد الساعه 3 ضد 1 طيح واحد وطا فستوري الشيء والولاد عم بالك خارج راسه هكا فقط على الدروج على سلالم هذا يا اخي. انا الرومات والله الرومات هذه اللي ما احب اشاهدها يا اخي، شوف رهات لقوله شو ما يمنش خلاص حط اسمع ما تفهم شيء مثل الرومات ما يمنش خلاص على بالك شوف ادخلوا ادخلوا شكون ادخلوا شكون يا والله طيحوا وان شوت وان شوت وان شوت اوه والله مصار وان شوت وايت اقسم بالله ستورس وان شوت ستورس وان شوت مش نورمال اخوتي مش نورمال طبيعي وايت اه جا كايدو جا كايدو جا كايدو بيج بوس طاح طاح كايدو ايضا كايدو كايدو طيحه طيحه آه. طيح كايدو البيج بوس فقط ديما البيج بوس واللي يبقى الاخير بل... ما حطش لي جلوال في الوقت المناسب لا ادري لا لا والله مستحيل على الانترنت وايت احسن والله ما فهمت الولاد والله ما فهمت والله مستحيل مش نورمال الولاد اخوتي مش نورمال لازم نلعب على شباب كلان بلاي فور كود بيلعبوا على فكره اه يعني ما لازم نديروا بطوله عالميه تي بي سي هكذا نجيبوا فيتشينزو نجيبوا وايت نجيبوا سايبلوس بي ان ال ونجيبوا برشا برشا ناس كاين كاين برشا ناس لعبوا بي سي اوكي كايدو 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 شوت كان كايدو اخيرا ضربه صفراء كايدو بالبرابيرا كايدو بالبرابيرا شوف اوه بيج بوس برابيرا اس ام جي بيج بوس عطاه يا ولد سنايبر الاخر هذيك البيستول بي سي ريموت اها سويتش اها يروح ديما للوسط اذا لاحظتي ويروح ديما للوسط اغلب الاوقات يخرج على اليمين شوف الغلطه تاعك مش هكا شباب مش هكا اعدادات 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 واحتراف شباب السرعه والحركه سوري يعني هذا احتراف يخلي اما الهيد شوت اعدادات شباب عنده حائط الهيد شوت يا شباب اعدادات البي سي اعدادات شباب انت لما تيجي تكون لاعب تليفون لما تيجي تشاهد لعب مثل هذا انت بتقول هكر اما لاعب البي سي بيقول لك هذه اعدادات ليش لانه فعلا اعدادات شباب في فعلا في ناس اعداداتها يا شباب بالبي سي يعني بيستخدموا اوكي مش هكر ولكن بيستخدموا سكريبتات تبع الهيت شوت واشياء مثل هذه اشياء بتساعد في رفع الايم واشياء كذا واشياء اعدادات هذه تعتبر في البي سي في البي سي تعتبر هذه اشياء يعني اعدادات فبيضيفوها في للمحاكي وللعبه هم مش بيضيفوها للعبه او للمحاكي هم بيضيفوها للبي سي بشكل كامل يعني فما يعتبر هكر يعني لو يعني ما يعتبر هكر اما بالتالي مش عارف والله من يعرف بصراحه عنده رينج اما اعدادات صدقوني في ناس اعداداتها اسطوريه يا شباب والله في ناس خليش محلول من كل مكان هذو الغلطه تاع اللاعبين يديروها شوف افتح على روحه من جهه هذه شوف مغطي 360 درجه عنده جهه واحده العدو يقدر يجي من جهه واحده ما يخليش عنده اثنين كايدو بيج بوس شباب نكون صريحين حتى لو هكر شباب حتى لو هكر اوكي انت جيب هكر يا شباب جيب هكر ضد اربع لاعبين من البلاي فور كود راهو كلان البلاي فور كود راهو محترفين يا شباب والله محترفين راهو لاعبين اساطير البلاي فور كود يعني ما تشوفوهم يلعبوا تكتيك وكذا اما حتى بالوان شوت وباللعب اساطير على فكره يعني انت تجيب هكر ضد اربعه صدقني يطلعوا 4-0 اما شوف التكتيك شوف يعني شوف قاعد يخليهم ما يخليهم يستلموا يهجموا عليه الثلاثه يعني هبلهم والله مهبلهم بالثلج مش عاطيهم فرصه انهم يضربوه ها يونس يعني بيستلمهم واحد واحد شوف بيصطادهم صيد مش نورمال طول اقسم بالله مش نورمال قريب خلصت الثمن غالي يا بايت شوف الغلطه نفس الغلطه يعاودوا فيها راي نفس الغلطه يعاودوا فيها او جا كايدو من هنا يخرج له كايدو ما كانش متوقع يعني ولكن حتى الثلج في الوقت المناسب وايت قدم الى حد الساعه 120 171
هاي يستعمل في خاصية بالوم اوب بوب بوب غير الاحمر غير الاحمر اخوتي غير الاحمر اوب بوب 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 يفعلها وايت يوصل الستة السينك باقي كايدو بس حط له يضرب يته الاول بقى كايدو كايدو لقيت حياتي انا ما اظن كايدو فقط كايدو يونس كايدو يونس اوب بوب 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 يا ودي وش تخلط تخلط اوه شوف لازم في واحد عايش كيما تخرج من الثلج بيج بوس بيج بوس كيما تخرج من القلوة لازم تجيب تيري والا والا دايما ربي شيء مخيف لو تلعب وحدك بقيتي وحدك في الروم ضده واش جلدوه في علاقه عنده في كارونت عنده جلو ورق لا لا بيلعب له باقي ضد بيج بوس سمبل اسطوره والله اسطوره صراحه يعني صراحه نكونوا صراحه على الاولاد او سيده مش ترى مع اخوتي ومش سوى اخر أو... قتلوا واحد فقط تخيل ضرب على ما تنساوش شنو هذا سولو سولو ضد سكواد اه جاي جام لاور جام لاور شوف 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 بب بب بب. شوف شوف المشكله كي تلعب ضد سكواد كيف هجمتك مثل كل واحد يجيك من مكان اوه اهلا اهلا واليونس طيب بلا هيت شوت بلا هيت شوت بلا هيت وان تاب بلا كايدو 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 شو ما حبش يقيس هو ما حبش يقيس لانه كان ما كانش في في البوزيسيون تاع باش يضرب ذكي جدا طفل هذا ذكي والله ذكي جدا مش كاسيون هكا اوستر ذكي هذا انسان لاعب ذكي فهمتوا هو وايد ومن وايت انسان لاعب ذكي عنده خطه معينه يلعب بها فقط راه هذا من المفروض نديروا بطوله عالميه البي سي ونجيبوا وايت يلعب فيها اقسم بالله يفوز يفوز والله اذا يعملوها بطوله بي سي بطوله عالميه بي سي والله يفوز وايت بيجيبها او الفي اي بي قاتلنا اسبوع ونلعبوا النهائي تاع كاس العالم رانا في سنغافوره هنايا ربي يوفقهم ان شاء الله المهم نرجعوا وايت شكون اللي بقى بقى فقط يونس بقى بيج بوس بيج بوس ولعب اسطوري الاولاد بشهادة اليوتيوبرات كل يعني لورد أحمد علي عمر بشهادة كثير كثير يوتيوبرات هلا وراء يلعب أسطورة الآن 1 في أس 1 هذي دوايت هاو بلع الهيت شوت لولا 72 أوب 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 هيل في نفسه أتوقع شوف 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 يتحرك واي شوف شوف يتحرك شوف يتحرك ما يركحش ما يركحش خلاص كل أرنب بعد كل أرنب أرنب هو أرنب أصلا أوه أظن قدمته 170 وايت مستحيل راح يغلب أمام 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 خلاص شوف يتحرك شوف يتحرك شيك يتحرك بوكس بوكس او اكس بوكس احط له جلو والحصره بالجلو ذكي جدا اه جاي شيك الزون شيك الزون يا خلاص خلاص يا كلب بيك بوس والله مات. اقسم بالله العظيم ذكي قلت لكم بيك بوس ذكي جدا ايضا يعني يا اخي اقسم بالله بيج بوس كلب زون والله العظيم اخطر لاعب في الزون بيج بوس يا يموي يا قلت لك في الزون يا قلت لك في الزون يا اخي ما خلاص ما سكر عليه بالثلج قلت له بس ما تنساوش باللي لاعبين ضد شخص والله نس نس بيج بوس الازرق مقوض راه السيد كايدو 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 اوه كايدو بليون بي قلت لك ما تخرج لازم تيري نصحته نصحته قلت له جيب لاعبين الاقوياء اللي عندك من كله وكما كما ما راكم تشوفوا على الرغم من ذلك سكور ما يفرحش ها وطاح تزيان قوسوس فقط طاح شكون هذا طاح رانو شو اسمه مش ان شاء الله طاح بيج بوس وطاح كايدو قال يوسف بس بلاد دول فنش فنش اذا راح تقول الرياض واش شباب لسه ما شارك في اللوكي دراو يشارك يا اساطير كل نصف ساعه اربع اكواد جوار في اللوكي دراو يا اساطير كل نصف ساعه اربع اكواد جوار في اللوكي دراو عنده الافضل الاولويه بدا يبدا يضرب الوان طاب على ولا يضرب الامبيك عرونت ومن بعد يضرب الوان طاب يستمتع هذا مش يلعب هذا مش لعب هذا قاعد يستمتع هذا يستمتع بالقتل قتل ولا قتل تفضل هذا الثلج هذه تاع كشمر او 6-4 ريمونتادا على بعضهم ريمونتادا بلاي فركو تشيكو 6-4 شوفوا دائما يحصل روحه في الزاويه اه جاك جاك الحشيش اه طيب ما ينفع ما الحشيش يا اخي هذا اخطر واحد بيج بوس طيب ايوه فنشو 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 ايوه بعدين اهم شيء بيج بوس هذا فنشو تعبدوا زيان الطروازيه حطوا الطروازيه طاح الطروازيه باقي الاخير يضرب بيت اتوقع راح يفوز دم دم جاك يا وايت فهمت اللي شجع وايت ولا شجع بلاي فور كود بلاي فور كود الكره تاعي وايت وايت ضدي خصمي ولا 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 لا فاميليا لا الرخاء ويفعلها وايت 33 كيل الاولاد 33 كيل شباب 33 كيل 33 كيل يا شباب فور ديت مات اربع مرات 33 كيل على فكره وفي احيانا يعني مات فيهم ما انحسبوا له الكلات كان مطيح نوك وما انحسبوا له الكلات ويلي ويلي ويلي